السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أنا ميرا من قناة ميرا كرافتس للأعمال اليدوية والخياطة. وفي البداية إذا كنتوا أول مرة تشوفون القناة، أتمنى تضيفون القناة وتفعلون جرس التنبيه حتى يصلكم كل فيديو جديد، وأتمنى تسعدوني بلايك وتعلقون على الفيديو إذا حبيتوا، لأن رأيكم يهمني. في هذا الفيديو راح أخيط حذاء للأطفال الرضع من القماش، والأفضل يكون قماش طبيعي قطني أو كتان. وهذا الحذاء سميته حذاء سندريلا لأني نزلت الفيديو وأنا مخيطت الفردة الأخرى من الحماس طبعا. ومعروفة أحذية القماش أفضل من الأحذية الأخرى التي تضر ببشرة الطفل الرضيع الحساسة، وتقدرين تبتكرين موديلات عديدة من هذا الموديل اللي اسمه حذاء الكيمونو بسبب لف القماش في مقدمة الحذاء. وبما أن الحذاء مبطن تقدرين تستخدمينه على الوجهين الأمام أو تقلبينه على الخلف، يستعمل على الخلف. والحين أترككم مع الفيديو. Thank you.
Thank you.